السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رفيق. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ، كيف حالك؟ الحمد لله. ما كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس، تفضل. هل يجوز أن نقرأ القرآن بالمقامات؟ هذه القراءة بالمقامات لا تعرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في الصدر الأول الذين هم خير القرون. شكرا لك. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.